السلام عليكم. هذه إقامة سكنية رائعة تقع في حي خروبة أو المدينة الجديدة خروبة بمدينة مستغانم، شرق مدينة مستغانم، والتي تم تدشينها هذه مدة عامين أو 3 سنوات. ونشوف الطراز المعماري الرائع لهذا، يعني نيفو دو لا فينيسيون، يعني في الحقيقة هي العمارات تعتبر مكعبة، ولكن لا ميزون نوف، يعني الانجاز رائع وفينيسيون روعه والتمد جماليه منقطعه النظير، وكذلك قضيه التهيئه العمرانيه والتوزيع تاع الفضاءات تاع العمارات، يعني رائع جدا. وهذا المطور العقاري هو نفسه الذي دار اقامه، يعني كنا درنا عليها فيديو هذه مدة أسبوع، ونفس الروعة. وستجدون العنوان تاع الفيديو هذاك تاع الإقامة الأخرى، اللي كذلك لا تقل، يعني من ناحية العمل المتقن، ولا تخلو من هذا الجانب الجمالي. إذا نخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.